السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض شيت 4، مادة دوائر الموجات المتناهية الصغر. شيت النهاردة إن شاء الله بيتكلم عن المحاضرة اللي فاتت، اللي هو ايه باور ديفايدر والكابلرز. شيت 3 مسائل، هنحل المسألتين ونسيب مسألة الأسبوع الجاي إن شاء الله، عشان ميبقاش حجم الملفات اللي بنحملها كبيرة. أول سؤال في الشيت بيقول إيه؟ بيقول design بيقول إيه؟ design how increase power divider with a power division ratio of B3 إلى B2 تلت and a source impedance of 50 ohm. بيقول صمم باور ديفايدر ويلكسون باور ديفايدر اللي هو خدناه في المعمل المرة اللي فاتت، بحيث انه يخلي الباور لا توصل لتلاتة، بالنسبة للورا توصل لاتنين تلت، and a source impedance المقاومة بتاعت السورس اللي هي زد نوديان 50 ohm. ماشي، الكلام ده بنعمله ازاي؟ او بنعمل تصميم الويلكسون باور ديفايدر ازاي؟ هو في دايرة ثابتة للويلكسون باور ديفايدر، عبارة عن ترانسميشن لاين، ده زد نود، بعد كده في ترانسميشن لاين، ترانسميشن لاين تاني، ده لي زد نود اتنين، ده لي زد نود تلاتة، في مقاومة بين الاتنين ترانسميشن لاين دول اسمها R. هذه كده في مقاومة هنا اسمها R2، وفي مقاومة هنا اسمها R3. المطلوب في الديزاين، لما اقول ديزاين المطلوب في الديزاين ان نريد قيم ايه؟ قيم الحالة المجهولة في الدايرة دي، يعني هرسم الدايرة بالشكل ده وأجيب الحالة المجهولة اللي هي قيمة ايه. أنا عندي معلومة بس الزد نود، يبقى عندي الزد نود هو مدهان 50 ohm، ومديني ايه ان الباور لو توصل لبورت 3 على الباور توصل لاتنين بتلت. تمام، طيب نبدأ الديزاين. القوانين اللي هترجعوها في الكتاب هتلاقوا انه ايه، انه الباور 3 على باور 2، باور البورت 3 على باور البورت اللي في بورت 2 بنسميها كونستانت ايه، يبقى الباور 3 على باور 2 ده كده تربيع، فبالنسبة لكده تربيع يساوي كام؟ كده يساوي تلت، يعني معنى كده ان دول كي 1 على جذر 3. طيب بعد كده كل القيم دي فانكشن في الكي، فانا محتاج اجيب R2. R2 عبارة عن ايه؟ عبارة عن زد نود في كي، الزد نود ب50 والكي 1 على جذر 3. اديني الكلام ده يديني كام؟ اديني 28 بوينت 86 ohm، وقيمة المقاومة دي خلاص كده R3 عبارة عن زد نود على كي، برضو معايا الزد نود ومعايا الكي، يبقى 50 على جذر 1 على جذر 3، اللي هو 50 جذر 3، هيطلع كام؟ هيطلع 68.6 ohm. كده عايز اجيب ال R، ال R تساوي زد كي زائد
واحد على كي، وانا معايا زد نوت ب50، معايا الكي اللي هو 1 على جذر 3، 1 على كي اللي هو جذر 3، في الاخر خلاص النتيجة هتطلع كام؟ 115، 47 من 100 اوم. باقي اجيب زد نود 2 وزد نود 3 مقاومات الستريك امبيدنس او الكاركترستيك امبيدنس بتاعت كل ترانسميشن لاين من دول. فالكي نود 2 عبارة عن كي تربيع في زد نود 3. طب مقلناش معايا زد نود 3، زد نود 3 عبارة عن زد نود في جذر 1 زائد كي تربيع على كي تكعيب. طيب عوض بالكي 1 على جذر 3، والزد نوت هجيب منها الزد ايه؟ هجيب منها الزد 3، زد نوت 3 تطلع معايا ب131.6 اوم. هجيب منها ايه؟ عوض بيها واجيب منها الزد نود 2 هيطلع 43.87 اوم. بس يبقى كده انا ايه، انا جبت القيم بتاعت ال R وال R2 وال R3 وال Z node بتاعت كل transition layer من دول. فيها كده عملت ديزاين ايه، ال Link Power Divider. تمام. طيب المسألة اللي بعد كده بتتكلم على، خش بقى في الكابلر. المسألة بتقول ايه؟ بتقول 20 ديسيبل ملي باور سورس is connected to the input of the directional coupler. يبقى في input عندي قيمته 20 ديسيبل ملي، وصلته بالانبوت بتاع الديركشنال كابلر having coupling factor 20 dB. يبقى الكابلر ده الكابلينج فاكتور بتاعه 20 dB، والدايركتيفيتي بتاعته 35 dB، والانسيرشن لوس بتاعه 0.5 dB if all ports are matched. لو كل البورتس دول الاربع بورتس بتوع الديركشنال كابلر matched find the output port output power. عايز احسب الاوتبوت باور in decibel milli through the coupled and isolated ports. في الثرو والكابلت والايزوليتد ايه بورتس، كل الحاجات دي. قبل ما نبدا حل، خلينا اول نعرف هو الكابلر. الكابلر ده 4 بورت نتورك، حاجه زي كده. ده اللي كنا نستخدمه في المعمل عشان ايه نقدر نحسب الريفلكشن كوفيشنت والحاجات زي كده. فده الانبوت، ده بورت واحد، ده الثرو، ده بورت اتنين، ده بورت 3 اللي هو الكابلينج، ده بورت 4 اللي هو الايزوليشن. طيب اللي بيوصل من بورت واحد لبورت اتنين او من الانبوت للثرو ده بنسميه الثرو او ليه ده الانسيرشن لوس. اللي بيوصل من واحد لتلاتة ده بنسميه الكابلينج. واللي بيوصل من تلاتة لأربعة والعكس ما بين دول ده بنسميه الدايركتيفيتي. في ايه الرموز بتاعتهم او ايه الشغل بتاعهم؟ الايزوليشن
من هنوصل برمز اي، ده عبارة عن ايه؟ 10 لوج لو بالدي بي اس بالديسيبل يعني، الباور بي 1 على بي 4. المفروض يعني العلاقة بين الباور هتوصل الباور بورت 4، وانا حاطط الانبوت فين؟ بورت 1. بعد كده في الانسيرشن لوس، انسيرشن لوس او الثرو اللي هي حالة تعدي يعني، بالنسبة له ايه الاسم تاني اسمه ثرو، يعني الباور اللي هتعدي من بورت 1 لبورت ايه لبورت 2، ده بنرمز لبرمز ايه الانزوليشن باي والايه والسنشال لوس بال، قيمته 10 لوج الباور اللي هتوصل لاتنين ولا ايه الانبوت في واحد. بعد كده في حاجة اسمها الكابلينج، نرسمه بالرمز سي، ده عبارة عن 10 لوج اللي يوصل الكابلينج بورت 3، يبقى اللي يوصل لبورت 3 هذا الانبوت في بورت 1 واللي يوصل لبورت 3. آخر حاجة الدايركتيفيتي، بنوصلها بالرمز تي، دي عبارة 10 لوج الباور 3 على باور 4، يعني الباور توصل لأربعة من البورت 3. طيب تعال نشوف المسألة بتاعتنا ونبدأ نحل المسألة إن شاء الله. المعطيات اللي في المسألة بتاعتنا بيقول لك إيه، هو قال إنه باور الإنبوت بتاعتي، عشرين ديسيبل ملي، قال إنه الكابلينج بتاع الكابلر ده بعشرين ديسيبل، والدايركتيفيتي بتاعته 35 ديسيبل، يبقى الانبوت بتاعي 20، ماشي الكابلينج 20 ديسيبل والدايركتيفيتي 35 والانسيرشن لوس نص دي بي، والانسيرشن لوس اللي هو ايه ثرو اللي هو ال ال نص ديسيبل. عايز احسب ايه، بيقول ايه قال لو all ports are matched، لو كل ال ports دي ايه matched، عايز احسب find البي 2 والبي 3 والبي 4، البور لا توصل ايه انديسيبل ملي، لا توصل لكل بورت منهم، فمبدئيا نبدأ واحدة واحدة. احنا معانا ال ال اللي هو انسيرشن لوس عبارة عن 10 لوج الباور 1 على باور 2، لو حولتها بالديسيبل عبارة عن 10 لوج باور 1 ناقص 10 لوج باور 2 اللي هي عبارة عن باور 1 بس بالديسيبل ناقص باور 2 برضو بالديسيبل. سواء بالديسيبل ميلي او الديسيبل، عشان طول ما تروحين مع بعض مش هتفرق، لانه الديسيبل ميلي عبارة عن الديسيبل زائد كام 30، فلو 30 طرح من الناحيتين فخلاص مش هيبقى في مشكلين. كده بالنسبة لي النص اللي هو ال ال الانسيرشن لوس نص ديسيبل ميلي نص ديسيبل المفروض يساوي 20 اللي هو الباور 1 بالديسيبل الباور انبوت يعني ناقص الباور 2 الديسيبل ملي، بمعنى كده ان الباور 2 هتساوي كام، تساوي 20 ناقص نص، 20 ناقص نص
9.19 dBm ديسيبل ملي. طب ايه مطلوب تاني؟ وايه المعطى التاني؟ انا عندي السي، السي عبارة عن 10 لوج. الكابلينج هو يبقى بي واحد على بي تلاتة، ورا توصل لبورت تلاتة، يبقى بنفس الطريقة برضو، عبارة عن البي واحد ديسيبل ملي ناقص بي تلاتة ديسيبل ملي. يبقى بالنسبة لي كده أنا بي تلاتة ديسيبل ملي عبارة عن بي واحد ديسيبل ملي ناقص السي. بي واحد ديسيبل ملي هي 20 ديسيبل، ناقص السي ناقص 20 برضو، يبقى عبارة عن ايه؟ 0 ديسيبل ملي. طيب آخر حاجة اللي هي ايه؟ الدايركتيفيتي. معايا الدايركتيفيتي بكام؟ عبارة عن 10 لوج باور 3 على باور 4، العلاقة اللي بتربط بورت 3 ببورت 4، يبقى هي برضو كأنها باور 3 ديسيبل ملي ناقص باور 4 ديسيبل ملي. يبقى أنا كده عايز ايه؟ أنا معايا باور 3 جبتها من شوية، ومعايا باور 2، ومعايا باور 1، باقي باور 4. يبقى المفروض الديركتيفيتي اللي هي 35 ديسيبل تساوي باور 3 لسه جايبها من شوية كانت 0 ديسيبل ناقص باور 4 ديسيبل ملي، يبقى باور 4 عبارة عن 0 ناقص 35، 0 ناقص 35 اللي هو سالب 35 ديسيبل ملي. ده متوقع عشان ايه؟ في بيبقى في ايزوليشن، بيبقى في يعني الدايركتيفيتي مفيش حاجة توصل من بورت 3 لبورت ايه؟ لبورت 4. كده خلصنا اول مسألتين في الشيت، ان شاء الله يكونوا فهمتوهم. باقي مسألة واحدة بس هناخدها المرة الجاية ان شاء الله عشان تخفيفا عليكم، يعني في محاضرة الاسبوع الجاي ان شاء الله. وأشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.